كمان ننتقل منها لكلام حتى الرئيس السيسي اليوم في الندوة التثقيفية، وهي ندوات دورية بتقيمها القوات المسلحة تباعا وبشكل دوري، ودايما بيستغلها الرئيس السيسي لتوجيه رسائل بعينها بتكون متزامنة إما مع احتفالات أو حتى بتكون بدون احتفالات، ما لكن مع أعياد تحرير سينا كان مهما جدا توجيه هذه الرسائل. أهم هذه الرسائل هي إيه؟ إنه زي ما هتسمعوا إن ما يهمناش فكرة العداء الخارجي، يعني إن في حد يكون بيتآمر على مصر من الخارج ده عند الرئيس السيسي ليس له أهمية، الأهمية هو الجبهة الداخلية، إنه الجبهة الداخلية تكون متماسكة وتكون قوية يعني، إنما العداءات والمؤامرات التي تحاك في الخارج إذا كانت الجبهة الداخلية قوية هيتم التصدي لها بقوة. كمان اتكلم عن إزاي الوضع كان بعد 67 حالة الإحباط، إلى حد إن هو قال يعني أنا كنت شابا يعني وكنت في بدايات الحياة، لكن ما كنتش متوقع أبدا إن إحنا هنتجاوز آلام وأحزان الهزيمة بهذا الشكل، لكن الجيش المصري وما حققه بعد ذلك، وأيضا اتكلم عن القيادة السياسية وكيف نقلتنا من حالة إحباط وهزيمة إلى حالة انتصار إلى أن وصلنا بتحرير سيناء. ده اللي هنسمعه في الملخص اللي هنشوفه لكلمة الرئيس السيسي أو تعليقاته، يعني هي لم تكن كلمة ولكن كانت تعليقات على بعض الكلمات التي ألقيت. كان الجيش المصري قبل 67 من الجيوش اللي بيعتبر من الجيوش القوية جدا في المنطقة، وده كان حال اتشكل في وجدان المصريين خلال على الأقل من 56 ل 67، ودي حالة اتشكلت وبقت كل المصريين عندهم ثقة كبيرة جدا في قوة الجيش. النتيجة في 67 كانت ما بتقولش كده، فحصل للجيش وللشعب المصري، ومش بس الشعب المصري يمكن لدول كتير، حالة من يعني أنا مش عايز أقول كلام صعب، لكن حالة من فقد الثقة والانكسار وانخفاض شديد في الروح المعنوية. وده عشان كده كانت الجهود اللي بتبذل لإعادة بناء القوات المسلحة جهود مضنية جدا، وكان الشعب المصري بيعيشها يوم بيوم يوم بيوم، كل معدة بتيجي المصريين شايفينها ومستنيينها. فالحالة دي اللي اتشكلت في الوقت ده بعد 67 كانت حالة صعبة جدا جدا، وعشان كده الرئيس السادات والجيش في الوقت ده لازم يذكر له بكل تقدير واحترام وانحناء. الحقيقة ازاي هو في وسط الحالة دي اللي كلنا مش مصدقين ان احنا نقدر، كلنا كنا مش مصدقين. انا بكلمكم عن انسان كان موجود، يمكن ما كنتش كبير قوي صحيح، لكن انا كنت رغم صغر السن في الوقت ده لكن عايش ده، يا ترى هنقدر صحيح؟ ده الجزء الأول في كلام الرئيس السيسي. الجزء الثاني اللي بيتكلم فيه عن تماسك الجبهة الداخلية وعن قوتنا في داخلنا مهما كانت المؤامرات التي يمكن أن تحاك في الخارج. احنا محتاجين كشعب وكقوات مسلحة ان احنا نتعامل دايما بالموضوعية وبالعلم مع قضايانا، مش بالعواطف ومش بكلام، يعني بالعلم والموضوعية. احنا كنا غير قادرين على ان احنا، فرق القوة كان ضخم جدا في الوقت بتاع 73، القرار كان صعب جدا، وعشان كده كان الرئيس السادات وقيادة الجيش في الوقت ده
والقوات المسلحة في الوقت ده كانت مستعدية كلها تموت وما يستمرش الوضع ده كده. أنا بتكلم على إيه؟ على الجنود، على الضباط، على ضباط الصف اللي كنا بنقابلهم ونتكلم معاهم يقول لك لا احنا كفايه بقى. انا بقول الكلام ده لكم ليه؟ بذكره دلوقتي ليه؟ عشان اوعوا حد مش ياخد الجيش، ياخد البلد، ياخد البلد للحته دي. كلنا منتبهين وكلنا واعيين وكلنا خايفين على بلدنا عشان اليوم ده ما يتكررش تاني.